يقول: لقد عاهدت الله أن لا أشاهد الدش، ثم شاهدته وأديت الكفارة 3 أيام صيام، فهل أكون أديت الكفارة وماذا علي الآن؟ الصيام آخر المراحل، كفارة اليمين فيها تخيير وفيها ترتيب، فيها تخيير بين 3 أشياء: عتق رقبة، أو إطعام 10 مساكين، أو كسوة 10 مساكين، كل مسكين ثوب، هذه مخير فيها. فإذا لم تجد لا إطعام ولا كسوة ولا عتق فإنك تصوم 3 أيام، هذا آخر شيء الصيام إذا لم تقدر على التكفير بالمال. أما إذا كنت تقدر على التكفير بالمال فإنه لا يجزئ الصيام.